تعال شارك خود الكابون، تعال شارك خود الكابون، تعال شارك خود الكابون. معاشر كسر ربحك مضمون، معاشر كسر ربحك مضمون، معاشر كسر ربحك المبلغ زاد. تعال شارك باش تستفاد، باش تستفاد، عليك ترضى ما يمثل اولاد، ما يمثل اولاد. تجي شايل كم شكل ولون، تعال شارك خود الكابون، تعال شارك خود الكابون. معاشر كسر ربحك مضمون، معاشر كسر ربحك مضمون، معاشر كسر ربحك مضمون. تعال وشارك والحاده تصور وتبارك، تصور وتبارك، بدنا الله ترد الدارك، ترد الدارك، مبسوط وراضي وممنون. تعال شارك خود الكابون، تعال شارك خود الكابون، تعال شارك خود الكابون. غير قولوا فزنا، هاي علي غير قولوا فزنا، غير قولوا فزنا، خودوا صغريت عزايزنا، هاي عزايزنا، من مرضى الموت جوايزنا، هاي جوايزنا، موديهن ديما في العون. تعال شارك خود الكابون، تعال شارك خود الكابون. معاشر كسر ربحك مضمون، معاشر كسر ربحك مضمون، معاشر كسر ربحك مضمون. مشاهدي الكرام، نقول لكم اهلا وسهلا بكم، صحة طول الجميع وصحة شبابكم، ان شاء الله يربي كل عام وانتم بخير. تحية لكل من شايفين اليوم في برنامجكم كبون على شاشة تي في حدا. اليوم حقيقة حتكون من داخل مدينة المرج الحبيبة، المرج اللي قدمت الكثير والكثير. اليوم حتكون حلقتنا فيها لافتة رائعة، نتمنوها نتمنى رضاكم واعجابكم. اليوم حنكون في مكان يعتبر من اكثر الاماكن لها حيوية داخل المرج او المنطقة الشرقية بالكامل، اكثر مكان فيه عمل الخير وفيه الوفاء وفيه العطاء من اكثر مكان ثاني. اليوم مكاننا بالتحديد في دار الرعاية وفي مركز المعاقين وفي تأهيل الشباب. كل هالاماكن اليوم او هالمكان مليان باكثر من شيء. اول شيء رحبوا بإدارة المقر ونشكروهم على تلبيه دعوتنا، احنا اليوم نكون عندهم. ان شاء الله بدايتنا كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك. وانتم بخير واهلا وسهلا بكم في مجمع المرج للرعايه الاجتماعيه الشامله تحديدا ومديره المرج بشكل عام. الله يسلمك، الله يبركيك. عصام محمد يوسف، مدير المدارس التعليميه لذوي الاعاقه والناطق الرسمي باسم المجمع. عصام بارك الله فيكم ومشكورين على كل شيء تقدموه لهالشباب. نحن اليوم حبينا اليوم حقيقه نكون معاكم مش مبينوا للناس ان في عندنا ناس تقدم في الخير بدون اي شيء وبكل الوفاء وكل العطاء. لو تحكينا حاجه، هالمركز رايح على شنو الاقسام اللي عندكم فيها؟ مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة يعتبر هو المركب الاجتماعي الوحيد في ليبيا اللي يضم خمس فئات من ذوي الاعاقه بالاضافه الى اربع مؤسسات للرعايه الاجتماعيه الشامله. فيما يخص ذوي الاعاقه بشكل عام، يعني عندنا المركز الاشراقي يضم فئتين، الاعاقه الحركيه ويتقدم في خدمات تاهيل واعاده تاهيل المعاقين الحركيه من المنطقه الجغرافيه الواقعه من المتوكره غربا الى مساعد شرقا بالاضافه الى الواحات. هذا فيما يخص اللواء الحركي اللي هو معاقين حركيين تم تاهيلهم بدايه دخول النزيل للمؤسسه عن طريق لجنه الايواء. نقدر نقول بشكل مبسط للمشاهدين بان هنا في دار رعايه للشباب الاطفال من يوم اللي عند 12، في من 12 عند 18، وفي الشباب اللي هم الكبار وفي المسنين. الشيء الثاني عندكم هنا ابناء التوحد، عندكم الشيء الثاني هنا متعددي الاعاقه ذوي الاحتياجات الخاصه، كل هالفئات موجوده كلها. هذوما ايواء كامل بالنسبه للمتعددي الاعاقه والاعاقه الحركيه، هذوما ايواء كامل بالنسبه للمتعددي الاعاقه تحديدا، هذوما ايواء كامل يقدمهم المجمع خدمات كامله، رعايه صحيه ونفسيه اجتماعيه بالكامل. فاحنا بعضنا حنخش نتجولوا مع استاذ عصام داخل المركز، حنشوف الاجواء ونتمنى اليوم هالحلقه تلقاكم عجبكم. لو كان في اليوم رساله ساميه لهذا المرج وهالمكان المبارك فاكيد شكر اكثر شيء لهم. مع بعضنا تفضل استاذ عصام.
الشارع كسر بحال صرحنا. هذا هو المركز طبعا. الصوره واضحه كم بس البنا مش واضحه. بنت الزواق وبنت ما شاء الله الصيانه قاعده معنا اول باول. احتوا هنا مصينين المكان كله ولا صيانه؟ طبعا المكان كله هنا طبعا حجز استقبال. هنا صالات اللي يجلسوا فيهم سواء النزلاء داخل المؤسسه او الاخوه الضيوف اللي يجلسوا فيهم داخل المؤسسه يتابعوا فيهم وصارهم ولا يتواصلوا معهم وصارهم. عندي سؤال قبل ما نخش نتعمق معاهم. اهل الناس اللي هنا اللي سواء كانوا متعدي الاعاقه او الاشياء ذي كلهم، هل في تواصل معهم يجوهم ولا اللي في من حط عيره هو الاغلبيه بصراحه في تواصل معهم وصلهم يتابعوا فيهم يزوروا فيهم سواء الحركي بشكل مستمر. طبعا انت عارف ان النزيه احنا او الانسان بشكل عام لما يعيش في اسره، واحنا الكل اعتقد ان بشكل عام في مجتمعنا الليبي والشرقي عايشين في اسرنا وسط اسره وسط مجتمع طبيعي واسره طبيعيه بالنسبه هذه صاله الاستقبال، هذه صاله الفلوس بالنسبه لقسم الرجال. هذه صاله كيف احنا شايفين الصيانه ما زالت الشباب ما زالوا يخدموا. انا فيها تلفزيون، فيها صالون متكامل. طبعا هي بعد تم بعد الصيانه بتاعها يعني استراحه داخل برافو عليك، استراحه داخل النزلاء لقسم الرجال. النساء نفس الشيء، هذا قسم الرجال. طبعا احنا عارفين ان ذوي الاحتياجات الخاصه ان لهم معامله خاصه بالذات في كرم الله المشاهدين في الحمامات، انه لازم انه يكون لها مواصفات معينه. كيف احنا نشوفه التجهيز، الكرسي على جنب، الدوران، المرسل، كذا، فهمت؟ فهذا كله انا مثلك وانت مثلي، انت حاله انت حاله وانا حاله. حسوا فينا حسوا فينا، احنا هم مثلك نحس، حلوة عينا عين عتمة وصوت كتمة، فوق كرسي منحبس، فوق كرسي منحبس. القسم الطبي بالكامل اللي يتعاملوا مع الفئات هذين بصراحة يحتاجوا الى التحيه والى تقدير كذا، لانه بصراحه عمل انساني محض وعمل مضني وعمل مجهد بصراحه. فالهم منا كل التحيه بصراحه. يعطيك الصحه يا شباب، موفقين ان شاء الله. طبعا هذه غرفه النوم طبعا توضيح للمشاهد ان حجه المنامه لازم تكون كيف ما حكينا استاذ عصام بدري، على لازم كل فراش على الوطاء، لان هم طبعا صعب ان هم يركبوا على السرير وصعب ان هم والله كذا ويتعرض للوقوع وكذا السقوط. اي نعم، لكن امن يرقد الوطاء. الفرق الارضيه مطاطيه برضو، فرشه تحت منها والسفنج مطاطي هذا برضو. الرواش برضو مواصفات فين؟ مواصفات الامان، بحيث انه لو طاح ما فيش بروز، كلها خاص طبعا للفئات هذين، بحيث ان نجنب قدر الامكان اصابه اي نزيل عندنا داخل المؤسسه. المكتب النفسي والاجتماعي، اداره الرعايه الاجتماعيه. احنا المكتب النفسي والاجتماعي، الرعايه الاجتماعيه، طبعا ملفات نزلاء سواء نفسيه سواء متابعه نفسيه من طريق الاخصائيين، ويتم عرض اذا كان في مشاكل او كذا عن طريق الاخصائيين او الاطباء النفسيين. اللي يحتاج الى طبعا احنا عارفين متعدي الاعاقه تحديدا اغلبهم يتعرضوا لمشاكل ويعانوا من مشاكل نفسيه ومشاكل اعصاب، فالاخصائيين يتابعوا فيهم بشكل دوري وينقلوا في ملاحظاتهم للدكاتره النفسيين. ممكن نجمة وإيناس. إيناس شو إيناس شو أخبارك؟ كل عام بخير إن شاء الله. أول شيء كسرنا وأنت طيبين. كسرنا وأنت طيبين. طيب ما شاء الله. أتمنى الشفاء العاجل يا رب. أول شيء كسرنا وأنت طيبين. كسرنا وأنت طيبين. أتمنى الشفاء العاجل
دائما نقول يا رب، ان شاء الله حيكون معك باذن الله تعالى. ان شاء الله الف لا بس عليك، نتمنى الشفاء العاج وكل ما يشتهينا هم يدعي لها. مرحبتين نجمه، ولا شنو اخبارك؟ ما شاء الله انا الجماعه كلهم قالوا لي نجمه ما شاء الله عليها دراسه. شنو اخبارك نجمه؟ الحمد لله ماشي. شكل عانتي بخير؟ انت بخير، رمضانك مبارك يا رب ان شاء الله. كل سنه وانت طيب والشعب الليبي كله بخير. شنو تحب تقول لي اليوم كل ما يشاهد فينا عبر الليبي؟ نشكر مجمع المعاقين المرج، كافة العاملين في المجمع على رأسهم الأستاذ حكيم الشمال والأستاذ صالح النائب المدير وكل الأخصائيين وكل القسم الطبي حتى هو يتعب معنا بصراحة. والأخصائيات مسكينات اللي معك؟ أكيد حتى الأخصائيات في جاي البلد اللي خدمان معك كل الأخصائيين وأخصائيات. عارف بس عليك شرب يحظك وشرب يعطيك الكلمة تمنى. طبعا احنا توا حاليا شفنا مع بعضنا قسم متعدي الاعاقه، توا حنمشوا لابنائنا السيد عصام. احنا توا عندنا الاطفال المقيمين هنا معاك دار رعايه، ولا اللي هم الاطفال والشباب والكبار في السن. الاطفال قلنا من يوم اللي عند شوي عمو الطفل من يوم اللي عند 12 سنه، وبعدين ينتقل للمرحله الثانيه ومؤسسه ثانيه هي من 12 ل 18 هاي دار رعايه البنين من 12 ل 18، وبعدين ينتقل للمرحله الثالثه اللي هي دار الضيافه اللي يوجد فيها النزيل اللي عند يوفروا له فرصه عمل وبيت وسكن. طبعا هم كلهم جنب بعضهم الاطفال والشباب والكبار في السن. هاي طبعا مؤسستنا داخل المجمع بالكامل، يعني حبيت الصعاب والعلم في كفك سلاح. وحاجه كل عام وانتم بخير، رمضان كان مبارك. صايمين وفطرين؟ مشكلكم طبعا. قول لي يا حاجه، كيف جو الاقامه هنا؟ الحمد لله كويس. تريحين 100% الحمد لله. يا جماعه مناقصين معاكم فرصه رجيلة. لا متريحين والله 100% الحمد لله. هنا شنو كيف شايف الوضع هنا بالنسبه للاقامه، بالنسبه للوكال، بالنسبه للحياه؟ والله كل حاجه متوفره، كل حاجه قاعده، انا ما فيش حاجه تنقص، كل حاجه قاعده. من منهم اليوم هيك تقول له بارك الله فيك ولا كلهم؟ الله نشكر كل الاستاذيه وكل المشرفين اللي تاع المجمع كله. ربي يحفظك ان شاء الله. الانشطه الرياضيه طبعا انت بالي حكوا لي كنت واحد من الشباب اللي شاركوا في مهرجان الطيران صح؟ بشارك في الجامعه؟ شاركت معاه مهرجان الطيران، هو كان مهرجان طيران المرج ولا؟ شو اللي شاركت به في المهرجان؟ كيف الهجر مفنى حروف الطيران؟ مثلا حرف الاي الفا المجسم تاع الطيران، مثلا جزير نوري كيف الطياره بالانجليزي مثلا. طب احنا شفنا تو حاليا ان الاقسام اللي عندنا ما زلنا حنمشي قسم الاطفال وقسم كبار السن، لكن احنا تو حاليا لفت انتباهي مركز احباب الرحمن للتوحد. عارفين التوحد هذه فئه صعبه جدا وصعب العلاج او التعامل معها في الوضع الحالي. انتوا شنو دايرين من راي لابناء التوحد؟ طبعا هي ثالث فئه يقدم لها مجمع المرج الرعايه الاجتماعيه الشامله خدمات، اللي هي فئه التوحد او اضطراب السلوك. هو اضطراب السلوك ليس الا يعني في الغالب مش مرض، هو في الغالب هم الاطفال قدراتهم الذهنيه نفس قدرات الطفل العادي والسوي، ولكن فيهم خلل، هو خلل في السلوك. طبعا يتم تدريب الاطفال ويتم تهيئه الاسره قبل كل شيء واعداد الاسره بحيث انها تتعامل مع الطفل بالشكل الصحيح اللي هو استقلاليته، عدم طبعا حرمانه من بعض الاغذيه اللي هي انها تساعد وتزيد من فرط الحركه وفرط النشاط وكذا. ما شاء الله كلهم ما شاء الله احتياجاتهم سريرات بشيء منظم. انا كل عيل عنده سرير وعنده دولاب كامل، كل طفل او كل نزيل عندنا هنا، كل بنيه عندها سرير، عندها ملابسها احتياجاتها.
طبعا هنا يعتبر قسم كما شفنا الاطفال وبعدين الشباب الكبار في السن لما يستضيفون بالضيافه هنا اللي هم دار المسنين. طبعا حي اكيد ما شاء الله يعني ما زال انبهار بحقتنا اليوم وكلنا انبهرنا بهالمكان اللي اروع اروع ما يكون باستقبال الشباب بخدمه الشباب بفزعه الشباب نشكرهم مهما قدمنا شكر لكل العاملين هنا مش مفهوم حقهم. هذا قسم رعايه المسنين نخش مع بعضنا نشوف كيف الحياه موجوده معهم. كل غرفة فيها اثنين فيها نزيلين كل بسريرة بكومودين بتاعها فيه اسطوانة اكسجين برضو للمرات بعض المسنين عندهم مشاكل في الصدر فيركبوا لها في الاكسجين من قريب. ليش الغرف من غير فرش؟ هو طبعا فترة الصيف بس فترة الصيف طبعا رفعوا في الفرش بتاعهم وينظفوا فيه وينظفوه ويغسلوه وكذا وني وفي الشتاء يردوه بحكم انه الصيف. الله السلام عليكم الأخبارك؟ سان طيبين إن شاء الله. شو أخباركم؟ شو دارين؟ ما شاء الله. بس أنت ليش في عنصرية شوية وعيش؟ ليش أنا المكان متدلع على الستاير وجماعة جو سمح؟ نعم لأن ما قلت لك أنت بادر لمسة نسائية موجودة أنا. لمسة نسائية موجودة حتى بقسم النساء ما شاء الله غادي يختلف على قسم الرجال بصراحة. وهنا درعية الطفل بحكم أن أمهاتنا اللي مشرفات بشكل كامل. تحية كلك ربي يحفظكم وبارك الله فيكم. واجلكم حاصل تعامل وشغل كان فيه عمل خير عند الله قبل انه ما يكون وظيفه يعني. فباسم الكل كل المشاهدين اقول لكم بارك الله فيكم على الكلمه اللي قدموا فيه في هالمكان المبارك. تسمو جوا الغرف ولا؟ في غرف فيها الصاله الثانيه بتاع الطعام. هذه اي صالوله ما شاء الله. هذه تعال استقبال وضيوف التلفزيون هنا تعال لما جوا الوضع العادي وكذا داخل اخر صاله. هذا الاعاشه هنا المطبخ بتاعهم يا ريت. المطبخ طبعا عندنا هنا اعداد الوجبات نفس الشيء الطيب ونفس الطفل يطيبوا لهم هنا الطفل بروحه فهمت هاي طبخوا هاي ارواحكم اوكي يعني الطفل لانه هو البهارات اقل احرار ما فيش احرار كذا الاشياء هذه نحتاجون بس ما شاء الله البنه فايحه على الشربه يعطيك الصحه. يا والبابا في الليل تخوف وين الشجعان والشجعان يبانو يا والخواف ينامو مشاهدينا الكرام بكي وصلنا بكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم وبرنامجنا كوبون 7. حلقتنا اليوم كانت من داخل مدينه المارج الحبيبه اللي نقدم تحيه كبيره لكل اهلنا في المارج نشكرهم على حسن الاستقبال وحسن الضيافه. اليوم كانت حلقه تعتبر عندنا احنا كفريق العمل من اروع الحلقات انا فيها لفته انسانيه رائعه جدا جدا. من خلال حلقتنا اليوم نقدم الشكر الكبير الى مجمع المارج للرعايه الاجتماعيه الشامله. صدق اليوم لقينا في هالمجمع الكثير والكثير. اليوم لقينا مجموعه كبيره من العبر ومن حاجات اللي قدمها للانسانيه كثير وكثير. شفنا اليوم اكثر من حاجه، شفنا ابناء الرعايه، شفنا اليوم متعددي الاعاقه، شفنا اليوم التوحد، شفنا اليوم الفئات كثيره اليوم داخل هالمؤسسه رائعه جدا
اللي يقدموا لها الناس اللي فيها الكثير والكثير. نشكر دولتنا الموقرة لدعمها لهالمؤسسة، وما زلت نطلب اليوم من الدولة ومن أهل الخير أن يقدموا الكثير والكثير لكل من يقدم، أن هو يفكر يقدم عمل خير للمواطن. فريق العمل اليوم يشكر هالمؤسسة الرائعة على حسنهم وعلى وجودنا معاهم اليوم وبجديات، يعني مازال فينا الخير والخير مازال في بلادنا والخير في كل من يقدم الخير. من داخل مجمع المجد للرعاية الاجتماعية الشاملة نصلي بكم نهاية عقدنا اليوم من برنامجكم كبون، مع تحيات كل فريق العمل. شكرا صحيح كنتم تفعلت الله والسلام عليكم. يا عقدتك مهما تكون كل شيء مع اسمك يهون، تقدر بقدراتك تنال وتنافس. معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكان في نفس الميعاد، ملكان في نفسي انا، ملكان في نفسي 100% انا بالحالة المرعية، حالة المرعية مر بكل جدية يا بكل جدية. كيف العادة في الميعاد معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكان في نفس الميعاد، ملكان في نفسي انا، ملكان في نفسي ملكان فيكم. بكرا المايك بين ايديكم يا بين ايديكم، كم كبوني راشي فيكم اي راشي فيكم. شرك اسمع انت اشكسات معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكان في نفس الميعاد، ملكان في نفسي انا، ملكان في نفسي ملكان فيكم. بكرا المايك بين ايديكم يا بين ايديكم، كم كبوني راشي فيكم هي راشي فيكم. شرك اسمع انت اشكسات معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكان في نفس الميعاد، ملكان يا ملكان في نفسه. بكرا اللقاء ان كان عطانا الله حياة، الله حياة تشوفك ناسك في الخانة يا في الخانة، انت الرابح من غير عناد معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكان في نفس الميعاد، ملكان في نفسه انا، ملكان في نفسه